مشاهدينا ما زلنا متواصلين معكم ومسك ختامنا هو الممثل التركي كيفانجا تاتليتونغ. وصباح الخير وجود مورنينغ فيرست. Hello, good morning. طبعا حيكون معنا مترجم او ترانسليتور between us and Kifanj of course. السؤال الاول، سبب تواجدك في دبي؟ Yes, تركيا. I would like to say something. If you don't mind, I'll go with the Turkish. Because you know the reason that we're لأن سببي وجودي هنا هو التعريف بمهرجان التسوق في اسطنبول، وعلي أريد أن أتحدث بلغة الأم عن هذا المهرجان كتركي. بيرن. اوكي. اذا طبعا راح يتكلم بلغه الام مثل ما ذكرنا باللغه التركيه، واكيد هذا من حقه. اذا ممكن تحدثنا اكثر عن المهرجان في تركيا، وهو يعتبر للمره الاولى في تركيا، متى راح يبدا تحديدا؟ طبعا مهرجان التسوق في اسطنبول سيبدأ في 18 من مارس حتى 26 من ابريل، 40 يوم وليلة سيكون المهرجان عامرا في اسطنبول. على ما اعتقد هناك 90 مركز تسوق ستشارك في هذا المهرجان، وهناك سيكون تنزيلات بنسبة 30 إلى 40% في هذه المراكز، وبالتالي سيكون التسوق ممتعا أكثر. هذه الفعاليات ستكون في اسطنبول تحديدا، ولكن سيكون هناك مهرجانات يوميا، فعاليات يوميا، أنشطة يومية في مختلف المناطق في اسطنبول. سيكون هناك برامج للأطفال، للعائلة، مسرحيات، حفلات، العديد من الحفلات في الشوارع، في الميادين، كل شيء، كل ما يمكن أن تتخيله سيكون في 40 ليلة و40 يوم في اسطنبول. أعتقد أن أهالي اسطنبول وزوار اسطنبول الذين سيحضروا أيضا سيستمتعوا ولن يناموا خلال هذه 40 ليلة وهذا اليوم، وأنا متشوق كثيرا أن أعيش هذه التجربة في اسطنبول. هذه أول مرة يتم فيها هذا المهرجان في اسطنبول، وسيكون هناك فرص كبيرة للزوار والمتسوقين. كل يوم سيتم السحب على سيارة، وأريد أن أقول للجميع هنا يمكنكم الربح سيارة، هناك المئات من الجوائز التي سيتم عليها السحب، وهناك جوائز مباشرة بعد الشراء، كل ما يمكن أن يقدمه المهرجان وأكثر. كيفاش كنت يعني خير سفيرة اختارتها بلدك تركيا عشان تكون سفير لهم وواجهة لهم، سواء من خلال المهرجان أو أيضا من خلال الخطوط التركية، وأغريت الكثيرين لزيارة تركيا، فخبرنا أول شيء يمكن محبينك ومحباتك تحديدا راح يتسألوا، هل حتكون موجود أو خلال فترة المهرجان متواجد في تركيا؟ هنجي بروجرام بوردا دبي ذاكر اي برنامج حتكون موجود اثناء المهرجان، مهرجان تركيا، حتكون موجود داخل تركيا ام تكون مشغوله بتصوير او باعمال اخرى في الخارج؟ شيمدي شوبينج فيستيفال سيرسيندا خلال مهرجان التسوق سيكون هناك 5 محطات بالنسبة لي سأكون متواجد فيهم. أولا هنا أنا في هذا اليوم في دبي، ثم سأقوم بالتعريف على هذا المهرجان في أكثر من مكان، وسأكون متواجد في أكثر من مكان أيضا أثناء المهرجان. ربما يمكن القول بشكل مباشر أن يمكنكم تتبع خط سير من خلال تويتر ومن خلال فيسبوك ومن خلال الموقع الإلكتروني للاحتفال. الآن يتم الإعداد لهذه المواقع، ويمكنكم من خلال هذه المواقع أن تتبعوا فعاليات المهرجان وأين سأكون، لكن من الآن يصعب علي أن أقول في أي يوم سأكون في تركيا خلال أيام المهرجان، لكن بالطبع سأزور المهرجان. وأريد أن أقول شيء مهم، وهو أن الموقع الرسمي للمهرجان هو www.eastshopfest.com
إسطنبول شوبينج فيستيفالين رسمي اختصار لمهرجان إسطنبول www.facebook.com/istshopfest تويتر www.twitter.com/istshopfest ve Foursquare www.foursquare.com/istshopfest. buradan yumkunukum min khilal hadhihi almawaqi' an tattaba'u kull nashatat almawaqi' wa ana aydan sa'tabba' wa sa'kun hunak likay ara almutasawwiqin wa antadhirukum hunak wa atawaqqa' hudur aljami' in sha Allah fi Istanbul. ان شاء الله اذا نقول معجبين ومعجبات كيفاش انتم حظكم اذا كان متواجد راح تشوفوا اكيد. ايضا بما انك يعني بدات بعد عندك الكلمات العربيه عرفت انه عندك رغبه انك تتعلم اللغه العربيه فوين وصلت بالتعليم؟ عربي اورنمي احاول التعليم العربي. نعم سؤال مهم. احاول منذ وقت طويل ان اتعلم اللغه العربيه لانني اتي الى دول الشرق الاوسط هنا بسبب اعمالي خلال مهرجان السينما من خلال المهرجانات ازور الدول العربيه وفي كل مكان اقول كلمه او كلمتين مثلا كيفك كيفك how are you yeah كيفك كيفك male and female good كيفكم okay yeah something like that good bunlar var yani في هذه الكلمات başka انا مبسوط اني معكم you're happy that you're with us abi okay the problem that we have a different accent that's why yes but you're right of course good I said this sentence when I was in Cairo Film Festival that's why اذا قالها باللهجه المصريه وكان متواجد في مصر اكيد طيب معجباتك طبعا كثر وبسبب كثره معجباتك غاروا الشباب فخلينا وش نعرف كيف بتتعامل مع المعجبات وبنعرف انهم ربما بعض الاحيان يكون في اختراق لخصوصياتك وربما يكون يوصل بعض الاحيان لدرجه الازعاج كيف تتصرف؟ كيف يمكننا نتعامل معهم يعني موضوع صعب لكن هذا جزء من حياتي أريد أن أقول أنني أقدم أشياء للناس وبالتالي فإن الناس يريدون أن يعرفوا أكثر عن هذا العمل وعن من يقدمه هناك من يعجب هناك من ينتقد بالطبع الجميع يريد أن يعرف الأكثر وهذا شيء طبيعي لكنني أنا أتابع كل من ينتقدني كل من يعجب بي أحاول أن أتعلم من ما يقال عني هنا وهناك سواء من معجبين أو المنتقدين وأحاول أن لا أرد أحدا طبعا وأحاول أن أتعلم مما يقولونه عني بقدر الإمكان أحاول أن أتواصل مع كل من هم معجبين مني من خلال التوقيع من خلال الصور من خلال الحديث إليهم أحاول قدر الإمكان لكن طبعا أنا مشغول جدا في أعمالي لكن يجب أن لا أنسى أن هذا جزء مهم من عملي. نعم من أبرز الاتهامات أنك مغرور هل صحيح؟ أنت برج العقرب حسب ما بعرف 27 أكتوبر نعم أنا من برج العقرب صحيح لكن لكن إذا أردت أن أقول بصراحة يعني الله سبحانه وتعالى وهبني هذا الجسم وأنا أحترم ذلك وأشكر الله على ذلك ولكن لا أقوم كل يوم من السرير لأقول لنفسي ما شاء الله انظر إلى هذا الوجه الجميل انظر إلى لا لا طبعا بالطبع لا أقوم لكن أنا أعرف مقدرتي ولكني أنا إنسان عادي في النهاية. نعم شاهدناك في أكثر من عمل دائما دور البطل طبعا وسيم ما نقدر نغيرها بس دور البطل والعاطفي الرومانسي وهذا ربما اللي جعل أيضا معظم الفتيات يتعلقون بشخصية مهند هل ممكن أنك تتوجه أو تختار دور آخر مثلا دور شرير أو تفضل أدوار معينة شمدي
على ما أعتقد أن مسلسل العشق الممنوع الآن يعرض في على قنواتكم. أيضا هناك منكشة وخليل، أيضا مسلسلات القديمة. هي صحيح كل ما لعبته من أدوار كانت متشابهة وفيها عناصر مشاركة، لكن هناك أيضا اختلافات بين هذه الشخصيات التي لعبتها في قليل. في العشق الممنوع كنت ألعب دورين وليس دور واحد. صحيح هناك رومانسية لك وعواطف، ولكن أيضا في العشق الممنوع هناك مهند وكأنه يتصرف بشكل سيء أو يسيء لعائلته، وهناك مشاعر متناقضة في هذه الشخصية. هناك الحب والعشق، ولكن أيضا هناك الارتباط بالعائلة، وهناك أيضا موضوع الخيانة. وبالتالي نستطيع أن نقول أن مهند عاطفي؟ لا، أقول أن مهند فيه عواطف مختلفة وشخصيات مختلفة. أعتقد أن كم ستشاهدون أيضا مسلسلا آخر اسمه إزال، لم يعرض بعد. وهناك أنا لا ألعب دور البطولة، ولكن نضيف على، ولا أريد أن أتحدث عن الشخصية، لكنكم ستشاهدون مفاجأة في ذلك المسلسل، وأتمنى أن تشاهدوا وتعجبوا في هذه الشخصية الجديدة التي ليس لها علاقة لا بالرومانسية ولا بأي شيء من هذا. انتظر المفاجأة. ناف، أيضا كيفاش أنتم في بداية حياتك كنت موديل أو عارض للأزياء، بحكم أنك تتمتع بطول وبمقاييس يعني جسدية تهيئ لك لذلك، وبعدها توجهت للتمثيل. هل تشتاق لأنك ترجع مرة ثانية لعالم الأزياء وعالم عرض الأزياء، أو أنك خلاص اكتفيت بالتمثيل؟ أعتقد أنني أغلقت ملف عرض الأزياء منذ سنوات، وهذه كانت فترة قصيرة. كنت أريد أن أعمل هذا العمل، وهو عمل رائع وله أبعاد كثيرة، لكن كما قلت قمت بهذا العمل بشكل قصير لفترة قصيرة جدا وليست طويلة. على ما أذكر منذ 8 سنوات تركت ذلك العمل، وأنا أعمل كممثل منذ 8 سنوات وأتعلم وأتدرب حتى أحسن من أدائي كممثل من أجل أن أكون أفضل على الشاشة. وبالتالي أعتقد أن أقول أن العارض الأزياء طبعا شيء مهم، ولكن أنا كممثل حتى الآن أشعر بأنني أعبر عن نفسي كممثل بشكل أفضل. نعم. سؤالي الأخير، دائما الناس بتطمح للعالمية عادة، فنانين العرب وأيضا الأجانب، فهل أيضا أنت كفنان تركي بتطمح للوصول العالمية؟ لم أفكر في هذا الموضوع سابقا. أنا يعني مبسوط من حالي حاليا، أعتقد أن شهرتي كافية حتى الآن. أنا أؤمن بالقدر، وأعتقد أن جلوسي اليوم للحديث معكم في MBC لم أفكر فيه قبل سنوات، وبالتالي أنا اليوم هنا وأتحدث إليك وأتحدث إلى مشاهدي MBC، إلى ملايين المشاهدين. بعد 5 سنوات ما الذي سيحدث؟ أين سأكون؟ مع من سأتحدث؟ لا أعرف طبعا. أكيد الممثلة التركية كيفانجا تاتي لوتونغ، طبعا نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. Thank you so much for being with us. It was a pleasure. أنا أشكركم، شكرا جزيلا. شكرا أكبر لكم مشاهدينا أكيد على المتابعة. يومكم سعد، نلتقي بكرة في حلقتنا جديدة على خير. من نجين عمران ومن طاقم برنامج أجمل تحية إلى